انا معايا على الهاتف دلوقتي واحد من زميلكو قوي، يعني كابتن محمد ناجي جدو. كابتن محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كابتن محمد مدرب مساعد في جهاز الفني كبشه وغريب المقاولون العرب، منور الدنيا. ربنا يخليك يا كريم حبيبي، وبصب على كباتن احمد السيد وكابتن طارق السيد. حبيبي يا جدو، ازيك؟ حبيبي يا جدو، حبيبي كله زي الفل الحمد لله. بعدين احنا كنا بنتكلم على الترجي دلوقتي، والترجي ما ينساش جدو طبعا. اكيد طبعا. الزمالك الزمالك عامل ماتش كويس، يستحق المكسب النهارده، ونتمنى التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. صحيح، النهارده عملتوا مباراه، كنت لسه بتكلم من شويه، عملتوا مباراه محترمه جدا قدام النادي الاهلي. اي فريق اخر يخسر قدام النادي الاهلي بهدفين في اول 20 دقيقه طبيعي او المنطقي يقول ان هو هينهار او هيحصل نتيجه كبيره. رغم كده انتوا سجلتوا هدف قبل نهايه الشوط الاول، وكان ممكن ترجعوا في الشوط الثاني. اكيد طبعا، انا يعني بقول اولا مبروك النادي الاهلي وهارتك نادي المقاولين. النهارده ادينا مباراه جيده جدا، يمكن بدايتنا ما كانتش جيده النهارده، خصوصا في اول 20 دقيقه تقابلنا ضربة جزاء بدري جدا، خطأ يعني كده في طلوع بالكرة من تحت من عمر، لكن وبعديها استقبلنا هدف تاني بعدها على طول، وخطا في التمركز من اللعيبه وسجلنا جول في نفسنا. لكن يحسب للعيبه ان هي قدرت ترجع تتماسك بعد الجولين، زي انت ما قلت يا كريم، يعني صعب ان انت تستقبل جولين من النادي الاهلي في اول مباراه وتقدر ترجع للمباراه. الحمد لله قدرنا ان احنا نسجل جول قبل الشوط الاول ما يخلص، والشوط الثاني سيطرنا على المباراه بشكل كبير جدا، وحاولنا ان احنا نجيب هدف تعادل، وكان ممكن يتحسب لنا ضربه جزاء في اخر دقيقه، يعني كان ممكن يكون فيها كلام يعني. لكن الحمد لله طبعا على الاداء خصوصا الشوط الثاني، ومبروك النادي الاهلي، وهارد لك، وان شاء الله نعوض الماتش اللي جاي عن النادي المقاولين باذن الله. ان شاء الله المقاولين عامل موسم رائع جدا بصراحه الموسم ده. عايز اسالك كابتن جدو عن النادي الاهلي ومباراته المهمه جدا امام سان داونز القادمه، بخبراتك الافريقيه الكبيره مع النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي يتعامل ازاي مع هذه المباراه اللي محتاج فيها ان شاء الله الثلاث نقاط؟ طبعا مباراه صعبه، النادي الاهلي صعب المجموعه على نفسه، بعد مش هقول خساره الهلال لان انت متوقع ان انت تخسر على ملعبك، لكن تعادل سان داونز اللي فات كان صعب موقف الاهلي بشكل كبير. لازم تكسب المباريات اللي على ارضك كلها يا كريم، عشان خاطر تقدر ان انت تصعد بسهوله، ما تدخلش نفسك في حسابات كتير يعني. انك نادي الاهلي صعب على نفسه بالتعادل بتاع سان داونز الماتش اللي فات، فمطالب دلوقتي ان هو يقدر، ان هو لازم يروح يكسب سان داونز هناك، خصوصا بعد مكسب الهلال النهارده ووصل التسع نقط. اعتقد المباراه هتكون صعبه جدا على النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج ان هو يقدر يدافع بشكل كويس جدا، لان احنا شفنا فريق سان داونز هنا بيلعب كوره هجوميه، بيلعب كوره على الارض، كوره سريعه. فاعتقد لو النادي الاهلي ساب له مساحات يلعب فيها هيأذي النادي الاهلي جامد، لكن النادي الاهلي مطالب ان هو يقفل ويفرض شخصيته في على ملعب على فريق سان داونز هناك، ويقدر يخطف جول، وان شاء الله يخلص المباراه يعني ان شاء الله. لكن في النهايه برضه لو خرج بنقطه من هناك، فاعتقد ان هي هيكون لسه في كلام يعني. لكن لا قدر الله حصل خساره النادي الاهلي هناك، هيبقى الموضوع صعب جدا. ان انت سان داونز هيبقى 10 تقريبا، والهلال 6، والنادي الاهلي هيبقى 4، فاعتقد الامور هتبقى الهلال 9، والنادي الاهلي هيبقى 4، فاعتقد هيبقى صعب موقفه بشكل كبير جدا يعني. صحيح. لكن الاهم النادي الاهلي ما يخسرش، واستنى بقى مواجهه سان داونز والهلال في السودان، ويشوف ايه اللي ممكن يحصل فيها يعني. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن محمد ناجي جدو، مدرب مساعد في الجهاز الفني للمقاولون العرب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.